الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهر رمضان شهر الذكريات الجميلة، الشهر الذي كنا نعيش فيه من أيام الطفولة ذكريات جميلة لا ننساها. نتذكر من أيام رمضان في أيام الطفولة أننا كنا ننتظر لقاء فضيلة المفتي في اليوم 29 من شهر شعبان. كنا نحبس الأنفاس وكنا ندعو الله سبحانه وتعالى وهو يلقي بيان الرؤية، وعندما كان يبدأ في تلاوة البيان كنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون الغد هو الأول من شهر رمضان، وتكون المفاجأة سارة وفي غاية الفرح والسرور عند الكبار والصغار إذا ما نطق فضيلة المفتي وقال أن غدا هو الأول من شهر رمضان المبارك. هذه اللحظات لا تنسى أبدا عندما يعم الفرح والسرور الكبار والصغار. أتذكر أننا كنا نخرج ونطوف البلدة من أولها إلى آخرها، وكان الناس يقابلون بعضهم بعضا وهم قد لا يعرفون بعضهم، وإنما كان على ألسنة الجميع كل عام وأنتم بخير، في جو من البهجة والسرور التي لا توصف. نتذكر في شهر رمضان السحور الذي كان قبل الفجر، وكان المسحرات الذي يطوف في أطراف البلدة من شرقها إلى غربها، وكان ينادي علينا ونحن أطفال بالأسماء، وكان هذا من أجمل الأشياء التي كنا نتعايشها في شهر رمضان عندما ننتظر هذا المسحرات عندما يأتي حتى ونحن متيقظين، كنا ننتظره حتى نسمعه ينادي علينا بأسمائنا، وكان هذا من أكثر الأمور التي تشجعنا على الصيام، وكنا نفرح بهذا المسحرات الذي يأتي وينادي علينا بأسمائنا، وكنا نبتهج لهذا الأمر. نصحو في منتصف الليل وقبل الفجر حتى نأكل طعام السحور، وكنا في غاية من الفرح والسرور بهذا الأمر. أتذكر أنني يعني صمت في تقريبا في سن 6 من عمري، ولأبي وأمي فضل كبير في هذا الأمر في تشجيعي على الصيام في هذا السن المبكرة، وقد أدركت أهمية هذا الأمر حتى بعدما كبرت وتعلمت العلم الشرعي، وعرفت أن المسلم يعني يخاطب بالأحكام الشرعية ويكون عليه تكاليف شرعية بالصيام في سن البلوغ، ولكني أدركت ما فعله أبواي من تعليمي للصيام وتعويدي عليه في هذه السن المبكرة حتى أصبح شيئا عاديا غير مرهق ولا مقلق بالنسبة لي وأنا كبير. وهذا الأمر يعني كان من الأهمية بما كان في طفولتي. أتذكر في رمضان صلة الرحم كيف كانت عامة بين الناس جميعا. أتذكر الإفطار الجماعي الذي كان يجمعنا بأفراد العائلة جميعا، وخصوصا عندما كان جدي رحمه الله على قيد الحياة، كان الأهل يجتمعون في بيت العائلة الكبير لتناول طعام الإفطار. كان هذا يشع جو من البهجة والسرور ويشعرنا بصلة الرحم في العائلة كلها، وكان كل أفراد العائلة يتناولون يعني في طعام واحد وفي مكان واحد. كان هذا يشعرنا بمدى الألفة والمحبة والرحمة وصلة الرحم، وأن هذا الشهر الفضيل إنما يجمعنا جميعا في جو من البهجة والسرور. أتذكر كذلك في شهر رمضان عندما كنا نلهو ونلعب ونحن أطفال بفوانيس رمضان، ولكن الفوانيس في الحقيقة في وقت ما كنا أطفال لم تكن مثل الفوانيس التي يلعب بها الأطفال في هذه الأيام. الفوانيس زمان لم تكن تغني، نحن الذين كنا نغني أغاني رمضان الجميلة، وكان الفانوس له شمعة، وكنا يعني تحترق أصابعنا من هذا الشمع، وخصوصا عندما نريد تغيير الشمعة في الفانوس، وكان يأتي لها بالشمعة على أيدينا والشمع الذي يسيل أثناء تثبيت الشمع في الفانوس. كل هذه كانت ذكريات، ولكنها كانت ذكريات جميلة نتذكرها الآن ونحكيها لأولادنا
ونقول لهم أن الفوانيس قد تغيرت تماما عما كانت عليه قبل ذلك، ولكنها في العموم ذكريات جميلة نحبها ونتذكرها ونتحدث بها إلى أولادنا وإلى الصغار، ونحدثهم عما كنا نفعله في شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي كان يجمعنا في وقتين يعني مقدسين هما طعام السحور وطعام الإفطار. نتذكر البرامج الدينية التي كانت يعني لها مواعيد ثابتة في رمضان، لقاؤنا مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عندما كان له حديث، وفضيلة الإمام الشيخ الشعراوي رحمه الله، وكذلك القرآن الذي كان قبل أذان المغرب هذه الفترة التي كنا نقعد فيها بجوار المذياع أو بجوار التلفزيون ونستمع إلى القرآن الكريم لمدة نصف ساعة أو ثلث ساعة قبل الأذان، كنا نستمع له بإصغاء وننتظر مدفع الإفطار وننتظر أذان المغرب حتى نتناول طعام الإفطار. كل هذه ذكريات جميلة عشناها ونحن أطفال وفي أيام الصبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على الأمة الإسلامية الفرح والسرور والبهجة بقدوم شهر رمضان. إذا كان لي أن يعني أن أنصح إخواني، فأنا أنصحهم جميعا بأن يعلموا أولادهم ويعودوهم الصيام من الصغر، ويحدثوهم عن شهر رمضان وعن ذكرياتهم عن شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل الذي يملأ النفوس والقلوب بهجة وسرورا، حتى يتعود الأطفال على عبادة الله سبحانه وتعالى ويقبلوا على هذه العبادة بغير خوف ولا قلق، وخصوصا أنها عبادة امتناع عما ألفوه، نمتنع عما أحله الله سبحانه وتعالى طاعة لله سبحانه وتعالى واقتداء بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى اللهم وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير.